اليوم حزب الله سيكون أقوى بكثير، لديه الإمكانيات والنصريات الصاروخية. وبعدما بدأ أعتقد خلال هذه الأيام الأسبوع القادم ربما ستبدأ المفاجأة الكبرى لحزب الله ضد أحياء. يعني بعدما رتب بيته، بعدما نظم القيادة، بعدما رتب الرتب التي ربما فقدها أو ربما تضرر بسبب الحرب، نظم الوضع، ستبدأ الانطلاق من الآن في القاعدة. وأعتقد الكيان الصهيوني سيحمل الكثير الكثير، وسيجبر على الجلوس للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية بصورة غير مباشرة. وأنا أعتقد أن الحزب سوف لا يتنازل عن مواقفه المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، تجاه استقلالية لبنان وقراراته.